انضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف. مرحبا بك أستاذ غسان. أستاذ غسان، وفد النظام لم يصل إلى جنيف بعد. إذا هو ليس وفد النظام، هو وفد الدولة السورية وفد الحكومة السورية. هذا الواقع. وفد الدولة السورية إلى جنيف إذا كانوا يريدون السلطة، فليحافظوا على خطوها. دائما المفاوضات تكون بين الطرفين. وهذا التنازل انه ولذلك هم يريدون كل شيء لياخذوا اذا كانوا يستطيعون ان ياخذونه من جنيف يعطيهم ذلك الظرف ولياخذوا وليعطوا الى دمشق. عذرا استاذ غسان، لكن الصوت ليس واضحا لديك. هل تسمعيني الان؟ نعم. أنا أقول إذا كان هناك مفاوضة فالمفاوضة تكون بين الطرفين. عندما قام وفد الرياض ب يعني إعلان البيان 2 بمصمية البيان 2 للرياض، قال أنه أنه لا يوجد يعني أي مكان للأسد ونظامه في الفترة الانتقالية. فعلى ماذا سيفاوض النظام؟ هل يفاوض على رحيله؟ لذلك اعتقد بان المفاوضات التي تجري في جنيف هي مفاوضات ناقصه. عندما يتفاوض اثنان يكون هناك تنازل من قبل الطرفين وفي الاخير يصل الى تسويه. اما ان نقول باننا نريد يعني رحيل الرئيس الاسد فهذه شروط مسبقه وهذه تتعارض مع القرار 2254. لذلك اعتقد بان عدم ذهاب الوفد السوري هو احتجاج، ولكن دائما جاهزة للمفاوضات، جاهزة للحوار، جاهزة لأي حل سياسي. لكن سأقول لك أيضا أن الذي يجري في جنيف ليس كاملا، يجب أن تكون جميع الأطراف السورية موجودة في جنيف. تعرفين أن أستاذ غسان، أي أطراف تقصد يعني؟ أقصد الأطراف السورية الموجودة وهي يعني في المناطق الكردية وهي أستاذ غسان، الصوت ليس واضح. الآن ليس واضح؟ نعم الآن أفضل. أقول بأن أي تسوية سياسية يجب أن تشمل جميع الأطراف السورية ومنهم الأطراف الكردية. إذا كانت المعارضة ودي مستورة وحتى أي طرف يريد حل سياسي كامل المحل السياسي في سوريا، فيجب ان تكون الاطراف الكرديه موجوده، ان يكون الدوله السوريه موجوده، الحكومه السوريه الحاليه، وان تكون المعارضه موجوده بكل منصاتها. المعارضه استاذ غسان، الرئيس السوري الروسي عذرا قال اليوم بانه ينبغي خلال عمليات التسويه في سوريا الانتقال الى انتخابات رئاسيه وبرلمانيه، يعني ما صدى هذا التصريح في دمشق؟ استاذ، لا زال الصوت لديك ليس واضح، ان امكنك ان تنتقل الى مكان اخر قد يكون افضل. طيب، طبعا انا معك ولكن تفضل استاذ، تفضل. الو بخصوص تصريح الرئيس الروسي. تسمعيني نعم. بشكل جيد؟ نعم الصوت جيد؟ جيد الصوت؟ نعم. أقول بأن دائما دمشق كانت ترحب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، هي لم تمانع ذلك، وقالت عندما يتوصل الأطراف في جنيف إلى يعني تحديد موعد الانتخابات فنحن جاهزون إلى هذه الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية ومستعدون لمناقشة الدستور. أنا الآن أتحدث ككاتب ومحلل سياسي ولست طرف في الحكومة السورية، ولكن أقول يعني هذه المسائل يمكن الاتفاق عليها. ما عقد المفاوضات وما يعني وضعنا في هذا المأزق من جنيف في هذه المرحلة في الدورة الثامنة هو البيان الذي صدر عن المعارضة وسمي بيان رياض 2. لذلك نعتقد أنهم عادوا إلى نقطة الصفر، عادوا إلى اللاحل، هم يريدون كل شيء ولم يأخذوا أي نوع من التطورات السياسية والعسكرية على الأرض.
نعم أستاذ غسان، من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي أو شدد على ضرورة أن يكون الأسد طرفا مباشرا في المفاوضات، مضيفا بأنهم تركوا أمر جلبه إلى الطاولة للروس. يعني ألا تبدو الصورة وكأن هناك توافق روسي أمريكي بخصوص مصير الأسد؟ تماما، يعني أنا أعتقد بأن الروسي فهم والأمريكي فهم والأوروبي فهم أنه لا يمكن وضع شروط مطلقة لرحيل الرئيس الأسد، في حين أنه هو الذي قاد الحرب ضد الإرهاب وضد داعش، وتعرفين بأن الجيش السوري هو من حرر دير الزور في الفترة الأخيرة، وهو من حرر تدمر، وهو من حرر يعني كل المناطق التي كانت تتواجد فيها داعش، طبعا بالإضافة إلى يعني وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية. ولذلك يجب الأخذ بالحسبان بأن من قام بمحاربة الإرهاب يجب أن يكون على طاولة المفاوضات، ويجب أن نصل إلى حوار سياسي وحل سياسي يريح جميع الأطراف، ولتكون كل الأطراف ممثلة يعني في الحكومة المقبلة بما فيها الدولة السورية، بما فيها المعارضة، بما فيها منصات الرياض والقاهرة وموسكو، ويعني حتى الحزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي والمعارضة الوطنية الموجودة في دمشق، المعارضة الداخلية ما تسمى بالمعارضة الداخلية. هكذا نريد أن نصل بسوريا إلى حل سياسي يشمل كل الأطراف، أما أن يأتي يعني طرف ليقتل الطرف الآخر فهذا أعتقد بأنه لن يعني لن نصل إلى حل. أيضا يعني سأقول أستاذ غسان يوسف، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، عذرا على ضيق الوقت، يعني شكرا جزيلا لك.